شهدت ألبانيا مؤخرا إقبالا كبيرا على تناول حليب الحمير مع انتشار مزاعم وسط السكان حول دوره في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من سعره المرتفع والذي يصل إلى 50 يورو للتر الواحد في بلد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه 400 يورو. ويقول مزارعون أن الطلب على حليب الآتان وهي أنثى الحمار شهد ارتفاعا شديدا خصوصا خلال الأشهر الأخيرة في ظل ازدياد الإصابات التي تخطت 45 ألفا في ألبانيا. ولا يزال إنتاج حليب الحمير هامشيا في ألبانيا، وهو يقتصر على مزرعتين فيهما بضع عشرات من الحمير.